لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. لم تصدق من هي زوجة الفنان التونسي والممثل توفيق البحري التي أبهرت الملايين بجمالها، والتي أخفاها الفنان التونسي توفيق البحري ولم تظهر كثيرا إلا في القليل. زوجة الفنان توفيق البحري هي تدعى الباجي ماتريكس، هي واحدة من أهم الشخصيات التي قد كان الفنان توفيق البحري بتمثيلها في البرنامج التلفزيوني شوف الحل، وحيث أن زوجته صدمت الملايين بجمالها وظهرت معه قليلا جدا، حيث ظهرت في صورة مع الفنان توفيق البحري ولكنها الصورة قد لم تنتشر. اللهم ارحم الفنان وصبر أسرته يا رب العالمين. الفنان توفيق البحري. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.